فيما يتعلق بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، حسب ما جاء على لسان رئيس اللجنة النيابية المالية حسن الكعبي، قال إن القانون المقدم من قبل اللجنة للبرلمان يختلف بنسبة 70% عن القانون الذي قدمته الحكومة. هل فعلا يختلف؟ وهل هذه النسبة ربما ستشفع لكي يمرر القانون؟ لأن ائتلاف دولة القانون ما زال مصرا ويقول إن هذا القانون لن يمرر لأن هناك من سيطعن به والمحكمة الاتحادية سترده. تحية زميلي أستاذ سعد. أعتقد ينبغي أن يكون توضيح للمجتمع العراقي بأننا الآن فعلا يمر العراق في مرحلة صعبة وعصيبة، ومن يحاول أن يبيع موقفه بسعر بالتأكيد سيتحول شرفه إلى سلعة. ينبغي أن يكون الضمير هو الذي يحاسب الإنسان حتى لا يضلل المجتمع الفقير. أنا برأيي الشخصي أعتقد هذا القانون الذي يصر عليه بعض النواب هو يعتبر إنقاذ المجتمع بين قوسين الفقراء، خصوصا صعود المواد الغذائية وغير الغذائية عالميا. وهذا ينبغي أن نوضح للناس بأن اليوم كل المنتج المحلي والعالمي على المستوى الزراعي والغذائي والصناعي والتجاري قد ارتفعت الأسعار أكثر من 30%، خصوصا بعد أن كانت وما زالت الحرب الأوكرانية الروسية. الأمر الآخر، الحكومة السيد الكاظمي الآن ليس لها صلاحية أن تعطي دينارا واحدا لأي وزارة، لأن الآن الحكومة تسري وتجري على ما يسمى على 1/12. على سبيل المثال، ما منح لوزارة التجارة في شهر الخامس أو شهر الرابع من العام 2021 تمنح هذه الوزارة بنفس المبلغ، وليس من حق الحكومة أن تعطي دينارا رغم ارتفاع أسعار النفط والوفرة المالية التي أشرت إليها أنا قبل قليل داخل الوزارة المالية العراقية. هذا يتوجب أن تعطى للتجارة أضعاف حتى يتم عدم مواجهة الفقير لما يحصل من ارتفاع الأسعار. هذا واحد. ثانيا، العراق الآن يحتاج إلى 4 مليون طن إلى نهاية العام 2000 هذا العام، وهذا يعني 6 أشهر. العراق لا يستطيع أن يحصل على الحنطة إلا 1.5 مليون طن، نحتاج إلى 1.5 مليون أو 3 مليون طن. هذه المبالغ من الذي سيعطي إلى وزارة المالية أو التجارة لشراء هذه البضائع؟ الأمر الآخر، الآن الصيف قد بدأ وارتفاع درجة الحرارة سوف تكون عالية، وشراء الطاقة الكهربائية من دول الجوار وغير الجوار كيف تعطي لهم الأموال وعندما يتم قطع إمدادات الغاز والمشتقات وكذلك الطاقة الكهربائية؟ على ما يبدو بعض المعترضين على هذا القانون يحاولون إحراج واستدراج، إحراج حكومة السيد الكاظمي أمام الناس واستدراج السيد الصدر أو التيار الصدري بأن لابد أن يكون حكومة المقبلة تكون حكومة توافقية وليس أغلبية. لكن حسب المعطيات والمؤشرات بأننا جربنا الحكومات التوافقية منذ 2005 إلى هذه اللحظة لم يحصل أو لم يلمس المواطن شيء ملموس سوى وعود التضليل والوعود الغير دقيقة والغير صادقة.